فيديو اليوم ربط بوت هامستر كومبات بمحفظه تون وحل مشكله عدم الربط والتاكد انك رابطه صح الاستعداد لسحب الارباح ننزل محفظه تون من متجر بلي ندخل على البرنامج هنا تسوي رمز سري مكون من اربعه ارقام وتعيد كتابه الارقام احفظ هذا الاربعه الارقام فتح معنا المحفظة تمام أولا نجي هنا ونضغط على أيقونة الإعدادات وبعدها نضغط هنا باكب. وبعدها هنا نكتب الأربعة الأرقام اللي سويناها قبل قليل تظهر لك هذه الكلمات تكتبها بورقة أو تعمل لها لقط شاشة وتحفظها عندك هذا الكلمات لاستعادة الحساب نرجع لبوت هامستر ونضغط هنا وبعدها نختار المحفظة تون ونعمل موافقة على الربط نكتب الأربعة الأرقام اللي سوينها قبل قليل الآن نجي نتأكد أنه المحفظة مربوطة في بوت هامستر صح؟ ندخل على المحفظة ونضغط هنا وبعدها هنا وتظهر أيقونة الهامستر هنا إذا ما ظهرت عندك أيقونة هامستر حل المشكلة تجرب هذا الحلول التالية واحد اختيار دولتك اثنين تعمل ألغاء ربط لمحفظة وترجع وتربط من جديد تحاول حتى عشر مرات شاهد الفيديو للنهاية وراح تعرف حل المشكلة تختار هنا كل المناطق وتحاول وترجع ترجعها دولتك ثلاثة تغير اللغة إنجليزي وحاول تربطها وارجع رجع اللغة عربي طبعا أنا واجهتني المشكلة بحسابي وحليتها بالمحاولة أكثر من ثمان مرات وأنا الغي ورجع أربط وسويت نفس الخطوات السابقة وانحلت المشكلة وإذا ما انحلت سوي مسح لبيانات المحفظة ورجع من جديد وأتمنى ما توجهكم هذا المشكلة ونجرب نسوي فتح ذونات الموقع نسوي نفس الخطوات السابقه ونحاول اكثر من مره تم بنجاح ربط محفظة تون بعد عدات محاولات، أتمنى الاستفادة للجميع ولا تنسى دعمنا بلايك واشتراك بالقناة لنستمر بنشر كل يوم الثلاث الكروت بخمسة مليون وحل لغز هامستر واحد مليون، يعني كل يوم ستة مليون عملة هامستر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.